جوان ريزي، ولدينا بيتزارو، دي روسي، تادي بيروتا، فوتشينيتش، وفي ارضك وخارج ارضك، في ملعبك وبرع ملعب، وبالتالي الدوري الحقيقي الدوري الكبير، كره موجوده وخطيره من بوريلو، تسجيل في الكرات الماضيه مره اخرى في لقطه يهرب فيها رونالدينيو، وهذا كفيل بان يصنع الفارق في المباراه. لاعب عندما تعادل لاخر مره في هذا الملعب بدون اهداف، يا سلام، لقطه من لقطات الفيديو الكبيره. هنا محاولة موجودة الآن، رونالدينيو، يا سلام، مرور را جميل جميل جميل، نقل الكرة أجمل. جميلا أن الفرص الآن القادمة ربما ليست كما كانت، لأن الشوط الثاني فقط هو كل ما تبقى من عمر هذه المباراة، ويعلم كذلك روما ذلك، وبالتالي الشوط الثاني منتظر أن يكون مختلفا في كل شيء. في البداية خطأ لصالح رونالدينيو. حكم هذه المباراة تاليا فينتو هو الحكم، ممكن تعادل اليوم، ممكن تعادل، ما يخسرون مع هذا الحكم، والكرة موجودة من رونالديني، والكرة لأنتونيني، مرور جميل جميل، كرة جميلة ملعوبة ولا زالت خطيرة للخطير، اللمسة اللمسة وين؟ اللمسة وين؟ اللمسة كاليو سيرجيو، لكن لمسة سحرية، لمسة أخرى سحرية لرونالدينيو على راس بوريلو. رجات في ماراكانا تضحك على دونجا، وهو حقيقة اللقطات جميلة لرونالدينيو، لكنه يقابل الفريق الذي لم يتعرض لخسارة في آخر 16 مباراة. ولدينا محاولة من رونالدينيو، الكرة ترسل للأمام، بوريلو، التسديدة موجودة، لكن مرت وتعود، ولاحظ أن ميلان يسيطر مرة أخرى، والكرة الآن لرونالدينيو، يرسل الكرة في المكان السليم الآن إلى يا سلام، منقولة سليمة، ولكنها مرت وعدت. يعني حسابات المباراة، أهمية المباراة، رغبة الفريقين في المباراة، الجوانب التكتيكية، المهارات الفردية الآن موجودة من جانب رونالدينيو كالعادة. بيرلو مرة أخرى، نقل الكرة الآن، لكن شوف في اللحظة اللي تقدم فيها من كاسيتي، وين الكرة؟ الكرة عند من؟ الكرة عند رونالدينيو، لكن ما في خطأ، ما في خطأ، في كرة موجودة. يأمل إنتر ولا يتمنى مورينيو أن تكون الأمور، مرور ناجح في المرة الأولى، في الثانية مرور ناجح من كاسيتي، لكن من أمام البرازيلي الآخر تادي. تادي من أمام رونالدينيو، لكل فريق في موقعة هذا وكرة خطيرة وفرصة، فرصة على رأس رونالدينيو، على رأس رونالدينيو، شوف في توقيت قاتل، في توقيت قاتل، ودخل بكم لهذه الكرات، مدخلنا لهذه الكرات، لكرات عرضية خطيرة جدا موجودة. كرة لصالح بيكم، يرسل الكرة في المكان الموجود فيه رونالدينيو، يا سلام، استقبال جيد، استقبال جيد، ومرور ممتاز، وخطأ في المكان الخطير لرونالدينيو، وعندنا انذار، هو الخامس في المباراة الآن، انذار خامس على رودريجو تادي، لكن رونالدينيو تعب كاسيتي.